هناك أنباء وتقارير خرجت اليوم تتحدث عن اختيار مكتب كروز أورتيزا الإسباني للهندسة المعمارية لتصميم الملعب الجديد في بن سليمان بالدار البيضاء، والذي من المتوقع أن يكون مضيفا للمباراة النهائية لكأس العالم 2030. سيتسع الملعب لحوالي 113 ألف متفرج، وسيكلف أكثر من نصف مليار دولار، أي 500 مليون دولار. هذا المكتب، مكتب الهندسة المعمارية الإسباني كروز أورتيز، هو الذي صمم ملعب واندا متروبوليتانو، ملعب أتلتيكو مدريد الإسباني. يذكر أن هذا المكتب كروز أورتيز كان هو الذي سيصمم الملعب في وقت سابق، عندما كان المغرب مرشحا لتنظيم 2026. إذا كانت الأخبار صحيحة، فيبدو أن الملعب سيكون تحفة معمارية، لأن هذا المكتب كروز أورتيز شهير جدا عالميا وشيد ملاعب كثيرة في العالم.